وزي ما جمهور النادي الاهلي اظهر تقديره الكبير لكابتن سيد عبد الحفيظ ومسيرته قبل كده لاعب ودلوقتي مدير كوره، كمان الحقيقه عجبني جدا تقديم الدعم الكبير للكابتن خالد بيبو. وبالمناسبه احنا كلنا جيل واحد، انا وكابتن خالد وكابتن سيد كلنا قريبين من بعض، كلنا عارفين تفكير بعض، كلنا بنشترك في شيء واحد وهو حب النادي الاهلي، كلنا اخوات عفوا، وعندنا وعشنا مع بعض انا وكابتن سيد وكابتن خالد وكابتن اسامه حسني وكابتن وائل جمعه، وكل الناس دي عشنا مع بعض ايام مش عايز اقول لحضراتكم كنا يعني مع بعض ازاي، سواء في النادي الاهلي او في المنتخبات الوطنيه، والله العظيم ثلاثه كنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا. وبعدين لما تيجي تتكلم عن خالد بيبو اسم مرتبط بفرحة كبيرة جدا لجمهور النادي الأهلي، فرحة الستة واحد. لما تتكلم عن بيبو هتفتكر كابتن خالد بيبو، يعني تفتكر نهائي أفريقيا 2001 في الذهاب كابتن سيد عبد الحفيظ سجل هدف التعادل للأهلي مع سان داونز، وفي القاهرة كابتن خالد بيبو سجل هاتريك وحقق النادي الأهلي البطولة. دلوقتي كابتن خالد بيبو بدأ مشواره كمدير للكرة مع النادي الأهلي والأجواء أكثر من رائعة، عنده ملفات كتيرة بيشتغل عليها، طبعا بينسق مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر عشان الموسم اللي جاي عندنا أجندة صعبة جدا، عندنا معسكر بيتم ترتيبه، ربنا يعينه الحقيقة على المهمة الكبيرة اللي فيها كابتن خالد. ومرة تانية أنا قلتها امبارح وهقولها النهاردة، لا أحد يقارن بكابتن سيد عبد الحفيظ، زي ما كان كده بنقول لا أحد يقارن بالله يرحمه كابتن طارق سليم، زي ما كده بنقول لا أحد يقارن بالله يرحمه كابتن ثابت البطل. إن شاء الله كابتن خالد بيبو قدها وقدود، إن شاء الله كابتن خالد بيبو زي ما فرحنا في 6-1 وزي ما فرحنا في أوقات كثيرة جدا وفرح كل جمهور النادي الأهلي، إن شاء الله يركز أكتر وأكتر خلال الفترة اللي جاية.